السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عنوان موضوعنا لهذا اليوم هو: لماذا لم يؤذن الرب قبل عنوان موضوعنا لهذا اليوم هو لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة في حياتي، يعني الرسول ما عمره أذن، ليش؟ خلونا نتابع. أول حاجة، من يوم ما أحد أصلا يشوف العنوان ولا الموضوع راح يستغرب، هل هو من جد يعني ما أذن؟ يس، من جد ما أذن. ليش؟ السبب جدا بسيط، عدة أسباب هي بذكر لكم بعضها. لأنه إذا الرسول أذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح وسمع النداء شخص واحد ولم يلبيه لأصبح كافرا لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر قال لإنشغاله بتبليغ الرسالة، كما قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. فهذا سبب ثاني، إنه كان مشغول بأمور المسلمين. والأهم من هذا كله إنه إذا أذن بيكون شهد لنفسه، بيقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني أشهد إني رسول الله. ما تجي صح؟ يعني نفرض إنه أذن وقال أشهد أني رسول الله، أي أحد بعده يؤذن لازم يقول أشهد أني رسول الله، أنا ماني رسول الله ولا أنت، صح؟ كيف نقول كذا؟ وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، أي أحد بعده يعني بيسمع الأذان أشهد أن محمد رسول الله، مين هذا محمد؟ فبيقولوا إنه في رسول ثاني غير محمد نبينا، كيف كذا؟ فبكذا من يوم ما سن الله الأذان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال إنه يطلع ويأذن. فخلاصة الموضوع اللي نستنتج من كل القصة والموضوع إنه الرسول ما أذن رحمة بالمسلمين، يس رحمة بي وبك، ولا كان كلنا كنا كفار. أعزائي المشاهدين، كان هذا نهاية موضوعنا اليوم، إلى أن نلقاكم في يوم أجمل وبموضوع أو قصة أحلى إن شاء الله. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.